بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم وفيديو جديد. والفيديو النهاردة بتاعنا هو فيديو يخص الرسالة اللي وصلت يمكن معظم الممولين أو المسجلين امبارح، وكتير من الناس بعتت لي هذه الرسالة وسألت إيه الرسالة دي ونعمل إيه وكيفية التصرف. طيب، أولا الكلام ده هنلاقيه طبعا مع مجموعة أخرى من الفيديوهات تحت مجموعة فيديوهات ضرائب 2، وزي ما حضراتكم يمكن بعضكم وصلوا رسالة زي دي كده: السادة كذا، حرصا من مصلحة الضرائب على دعم الالتزام الطوعي لدى الممولين، نحطكم علما بعدم إصداركم فواتير إلكترونية حتى الآن. يرجى سرعة اتخاذ اللازم في حالة وجود إيرادات لم يتم إصدار فواتير إلكترونية ليها، وفي حالة وجود أي استفسارات توجهوا للمأمورية المختصة. طيب، دي رسالة تحذيرية وصلت زي ما قلت لمعظم الناس، لكن بالأخص الناس اللي سجلت فاتورة إلكترونية وما أصدرتش فواتير حتى الآن، أو حتى بعض منها في بعض الحالات هي ناس سجلت في الفاتورة الإلكترونية وعملت طلب تأجيل. يعني عندي ناس كتير جدا بتتعامل مع مستهلك نهائي. يعني هنفكر حضراتكم برضو، احنا دايما الفاتورة الإلكترونية المنوط بها في الأصل انها تتعامل مع الشركات اللي ليها رقم تسجيل، أو خليني أقول كده المسجلين، واخد بالك، والمكلفين وليهم أرقام تسجيل، سواء فردي او واخد بالك شركات اشخاص او شركات اموال، المهم ان في رقم تسجيل. طب لو انا بتعامل مع مستهلك نهائي ليس له رقم تسجيل، قلنا بنتعامل بالايصال الالكتروني، شرحنا وعندنا كذا فيديو وعندنا يمكن بلاي ليست كامله بتتكلم على الفاتوره الالكترونيه كويس، تقدر ترجع لها في القناه بمنتهى السهوله. تمام؟ طيب، هنرجع تاني هنا. اذا هذه الرسالة هي بتفكرك ان انت لو بتقدم اقرارات وبتتعامل يبقى يجب ان انت تصدر فواتير او تصدر ايصالات خلاص الكترونية. طيب، بالنسبة للفواتير الالكترونية، اذا كنت حضرتك بتتعامل مع جهات فطبعا لازم. طب لو انا ما بتعاملش مع جهات، انا ايصال الكتروني، طيب عايز اتأكد ان انا لسه ما معليش الالزام بتاع الايصال الالكتروني. تمام؟ طيب، حضرتك بتخش على موقع اللي هو مصلحة الضرائب. تمام؟ هنا هتلاقي في خدمات الاستعلام، عندي هنا الاستعلام على الممولين بقراءة الزام بالفاتورة الإلكترونية، قائمة السوداء تحفيز المواطنين، وعملنا ليه فيديو برضو قبل كده موجود، استعلام على عن الممولين بقراءة الزام بالإيصال الإلكتروني. حضرتك بتخش هنا وتكتب رقم التسجيل الضريبي بتاعك وتعمل استعلام. تمام؟ طبعا ما حطيتش رقم، ولكن عملت استعلام فقال لي ها رقم التسجيل لازم يتحط. فلما انا عملت كده مثلا لبعض الناس ظهرت لي رساله كده، قال لي: عزيزي الممول، انت غير متضمن باي من مراحل الايصال الالكتروني حتى الان. اذا انا هنا ما عليهاش حاجه اعملها، المفروض خلاص هنتظر لغايه لما يجي مرحله الايصال الالكتروني بتاعي. طيب، واحد تاني: لا انا بشتغل ومش هنتظر، انا عايز اروح الماموريه واخد بالك واسجل. طيب، بعض الناس قالت لي: لا احنا ايه، عشان نريح نفسنا احنا نروح نفعل البورتال ونبتدي نصدر حتى لاشخاص واخد بالك بدون رقم تسجيل اللي هو الشخصي. تمام؟ ماشي، اللي هو الفاتوره لا تتعدى قيمتها 50,000 جنيه، برضو ده اوبشن زي ما انت عايز، ولكن زي ما انا قلت تقدر انك تيجي هنا وتشوف واخد بالك الايه القصه دي. برضو حضرتك من ضمن خدمات الاستعلام اللي هنا، تمام، الالزام بالفاتوره الالكترونيه، طبعا هتبص تلاقي ان ايه هنا كلها بقى المرحله الخامسه والسادسه والسابعه، وبعدين واخد بالك المرحله الثامنه بالمراحل الاربعه بتاعتها، ولو ضغطت هنا وحطيت رقم تسجيل يقول لك كل الفردي ملزم بالفاتوره الالكترونيه. اقول له صح، انت ملزم بالفاتوره الالكترونيه، تمام، ولكن بالنسبه للايصال بعض الناس لم تقع بعد واخد بالك في الالتزام، وبالتالي خلاص لو انت عايز تنتظر مفيش مشكله، عايز واخد بالك تبقى في السيف سايد. بعض الناس يقول لي انا عايز ابقى في السيف سايد، هصدر فواتير صحيح لاشخاص نهائيا، بس طبعا ده مش هينفع مثلا في السوبر ماركتس والحاجات اللي زي كده اللي هي فيها شغل كتير، ولكن بتكلم على ناس بتتعامل باعداد قليله واخد بالك مع المستهلك الايه النهائي. طيب، هنا يبقى معنى كده ان انا لو انا عندي منظومه للفواتير وانا مشترك عليها وما بصدرش فواتير، لو سمحت اصدر. لو انت واخد بالك منتظر الايصال يبقى هتنتظر، طالما انت جيت عملت هنا استعلام ولسه ما جاش عليك الدور. واخد بالك بعض الناس زي ما قلت هتبقى مستعجله وعايزه تروح تفعل ويمكن تصدر بعض الفواتير، برضو هي حره مفيش مشكله. ده كان بس استعراض سريع كويس للرساله التي وصلت امبارح واخد بالك لمعظم الناس، ويمكن تصل لبعض الناس
في وقت تاني. متشكر لحضراتكم، ان شاء الله نشوفكم في فيديوهات تانية، منتظرين استفساراتكم، تابعونا على السوشيال ميديا اليوتيوب والفيسبوك والتليجرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.